مرحبا أطفالنا الحلوين، كيف حالكم؟ اشتقنا لكم كتير كتير. معكم علمي رنين واكد من عكا. اليوم رح يكون درسنا كتير حلو وكتير ممتع، فيه حركة وفيه طاقة وفيه معلومات جديدة وحلوة. اليوم يا أولاد درسنا رح يكون رياضة وكمان حركات عن أغنية كتير حلوة وكتير حلوة للأطفال بالذات، اسمها أغنية ستي إلها توب وشال. جاهزين؟ طبعا قبل الأغنية وقبل الموسيقى وقبل حركات الموسيقى بدنا نحمي جسمنا ونسخنه، نعمل شوية تمارين إحماء أو تسخين عشان نجهز العضلات والدورة الدموية للحركة. مين جاهز معي؟ يلا يا أبطال. طبعا قبل الحركة وقبل التسخين بدنا نبدأ نعمل شوية ليونة للعضلات، نلينهن عشان يكونوا جاهزين لكل حركة. يلا دينا، 3 2 1 دينا. نبدأ يا أبطال بحركات العنق، لليمين قد ما بنقدر منشد العضلة ولليسار منشد العضلة كمان قد ما بنقدر. كمان مرة، لليمين ولليسار، إلى الأمام وإلى الخلف، للأمام وللخلف. تعالوا نحاول نعمل دائرة بعضلات الرقبة أو العنق. هاي دائرة وإسا دائرة عكسي. أبطال هاتوا إسا نعمل ننزل من العنق للأكتاف. يلا إلى أعلى إلى أسفل، مرة أخرى إلى أعلى إلى أسفل، إلى الخلف وإلى الأمام، أو لورا ولقدام. ممتازين. هتنجرب نعمل بكتف اليمين دائرة ودائرة عكسية، بالكتف الثاني دائرة ودائرة عكسية. رائعين. هتنجرب عضلات الخصر، لليمين نشد قد ما بنقدر ولليسار كمان منشد قد ما بنقدر، لليمين قول اليسار قد ما بنقدر. اسا نحاول نعمل دائرة بالحوض أو بعضلات الخصرين، دائرة عكسية. ممتازين. بنرخي شوي الجسم عشان يتريح والعضلات تاخد راحتها ونكمل. هات نحاول نرفع إجري اليمين بزاوية قائمة، 1 2 3. تقدر تشوفوا هون الأربعة، 4. والإجر الثاني، 1 2. شوفوا هون عن الجنب، 3 و4. ممتازين. هتنجربوا الإجر بخط مستقيم قد ما نقدر نرفعها وإحنا موازنين جسمنا طبعا، 1 ونحاول نشد العضلات فيها قد ما بنقدر إلى الأمام، 2 3. إذا نحاول أعلى، 4. الإجر الثاني، 1 2 3. إذا أعلى أعلى قد ما بنقدر أعلى، 4. رائعين. بنفع تشوفوها على من هاي الناحية، 1 2 3 4. من الناحية الأخرى، 1 2 3. أعلى، 4. ممتازين. نفس الشيء إلى الخلف، 1 2 3 4. الإجر الثاني بنفع تشوفوها منيح، 1 2 3 4. رائعين. استها تنعمل بالإيدين، إلى الأمام ونشد نشد قد ما بنقدر ونريحها، وإلى الأمام ونشد قد ما بنقدر ونريحها، وكمان مرة ونريحها للناحيتين، 1 2 3. يلا نسرع، 1 2 3. أبطال هيك عضلاتنا كلها تريحت. إسا ممكن شوي نكون أسرع عشان نحمي جسم على الآخر، نبضات القلب يتسرع وأسرع أسرع ويكون كل الدم متدفق بكل العضلات وجاهزين لأي رياضة.
ركض بطيء، ركض أسرع أسرع أسرع. أبطال إسا هاتوا نمشي. واحد اثنين خفيف، واحد اثنين خفيف إلى الأمام، واحد اثنين، واحد اثنين أسرع، واحد اثنين، واحد اثنين يمين، واحد اثنين، واحد اثنين ممتاز أسرع. إسا شوي مع ركض، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أمام خلف يمين يسار، أمام خلف يمين ويسار ممتازين. بتحطوا شوي، بتحسوا حالكم شوي وتيرة التنفس عليت، نبضات القلب أسرع عم نحسها بجسمنا، جسم بدي يتعب بدي يحمى، جاهز لكل تمارين وحركات الرياضة اللي بدنا نعملها. وبعد تمارين الإحماء يا أطفال، بعد ما حمينا جسمنا حضرنا العضلات للحركات، بدنا قبل ما نفتح الأغنية أفرجيكم الحركات اللي بدنا نعملها. الحركات مقسمة لقسمين، قسم اللي ملائم للازمي اللي هو بتكرر 3 مرات، وقسم اللي هو ملائم للبيت. البيت كمان كل مرة في بيت بكونش نفس الكلمات، بس هو كمان بتكرر وحركاته بتكرره كمان أكثر من مرة. ركزوا معي عشان تعرفوا حركات اللازمة وحركات البيت عشان تحاولوا تعملوا معي، اتفقنا؟ يلا يا أبطال. أول إشي بدنا نحاول مع الموسيقى نعمل يمين قد ما بنقدر، نحرك بإيدينا الذراع كلياتها لفوق ولتحت ولليسار. شايفين الحركة ما أحلاها؟ وبعدين بدها تحكي لنا بدنا نعمل حركة ثوب ثوب وشال، ثوب وشال. شفتوا الحركة ما أحلاها وما أهونها؟ بدنا ننزل وبدنا نطلع، بدنا نحرك إيدينا. طيب بعدين بتقولنا الغناي إنه مطرز ورد وسنابل. مطرز، مطرز يعني بالإبرة اللي فيها خيطان وممكن خرز. مطرز مطرز. طيب ورد وسنابل ومن حواليها 7 جبال، 1 2 3 4 5 6 7، ومنلف لفة أو مندور دورة كاملة بمكاننا، عرفتوا؟ وبالآخر كمان مرة نرجع يمين ويسار. تعالوا من أول وجديد يا حلوين. يلا أول إشي حركات يمين يسار توب وشال، توب وشال، و مطرز مطرز، ومن حواليها 7 جبال، ومن عد لسبعة ومن لف اللفة. مين جاهز؟ هاي بالنسبة للازمة اللي رح تتكرر 3 مرات بنفس الكلمات. إسا منروح لكل بيت. بالبيت كل مرة بدنا نحاول نعمل إيدينا على الخصرين ونعمل يمين 4 مرات، 1 1 2 3 4، ونرجع 1 2 3 4، وإسا إلى الأمام 1 2 3 4، 1 2 3 4. كمان مرة أبطال، تذكروا يمين يسار إلى الأمام وإلى الخلف، 1 2 3 4 كل اتجاه. يلا 1 2 3 4، 1 2 3 4 إلى الأمام، 1 2 3 4 الخلف، 2 3 4 ممتازين. من جاهز معي يقول أنا يا أبطال؟ قبل ما نشغل الأغنية ونعمل كل حركات بتسلسل كامل، بدي ألبس توب ستة زي كيف الأغنية بتحكي. ستة إلها توب وشال، وأنا قررت أجيب توب من عند ستي وألبسه عشان نغني الأغنية حقيقية. مين جاهز؟ يلا يا أبطال. وبحط الزنار. جاهزين؟ يلا يا أبطال. وأنا كمان جاهزة. بدنا نسمع أول الأغنية منيح
عشان تعملوا معي كل الحركات. نبدأ بالأغنية. للأطفال الحلوين على الحركات الرائعة اللي عملوها معي. سي حلوين، بعد ما خلصنا الأغنية اللي كتير حلوة بدنا نعمل شوية حركات وفعالية كتير حلوة وصغيرة. مين جاهز معي؟ يلا يا أبطال نحاول نعملها. طبعا أنا رح أقيم الفستان عشان ما يضايقنيش، لأنه صعب شوي نعمل كل الحركات بالفستان. منشيل الفستان ونحاول نستعمل هاي الأداة. أنا اليوم جبت لكم سلم صغير حلو، بدنا نحطه على الأرض ونشوف الفعالية اللي ممكن نعملها فيه. أول إشي في عندي هون 5 ألوان، هاتوا نحاول نقفز داخل الألوان أو قدام كل عصاي. عندي أخضر، أزرق، ليلكي، أحمر، أصفر. ممتازين. قدام كل لون في عندي بقدر أستعمل إسا الأرقام. هاتوا نشوف مين بقدر يعمل معي تصاعدي وتنازلي. يلا يا أبطال. والإشي بدنا نبدأ بالخفيف. خطوات 1 2 3 4 5. 5 4 3 2 1. رائعين. هاتوا إسا نمشي بشكل جانبي. 1 2 3 4 5. كمان تنازلي. 5 4 3 2
واحد رائعين، هات نجرب نقفز على اجر وحده. واحد، اثنين، حاول نتوازن، ثلاثة، أربعة، خمسة. بالرجعة بدي أستعمل الإجر اليسار وكمان بدي أعيد تنازلي. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. حلو. كمان مرة هات نحاول نختار مثلا قفزات على اجرتين. يلا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. وبدنا نرجع تنازلي مرة تاني. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. رائعين، عن جد إنكم رائعين. طيب يا أبطال، انبسطت كتير 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 معكم اليوم، وحابة هقولكو إنه ممنوع ننسى الرياضة بالمرة ولا الحركات. ممكن نعملهن بالروضة والبستان، وإذا ما في روضة وبستان ممكن نعملهن ببيتنا، بأي إشي، ممكن بالساحة نرسم على الأرض، ممكن نستعمل أي أداة بالبيت موجودة عنا. أهم إشي ما ننساش ولا مرة الرياضة ولا مرة الحركة، عشان نضل عنا جسم سليم وعقل سليم وصحي دايما. فالرياضة كتير كتير مهمة. طيب يا حلوين، أنا بدي هقولكو إلى اللقاء. بحبكو كتير كتير. بنفع تسمعوا الأغنية لحالها، تطلبوا من ماما وبابا يحطولكو إياها شو مرات، يسمعوكو إياها، تعملوا نفس الحركات، تعملوا حركات أخرى من خيالكو، كل إشي بنفع. أهم إشي تنتبهوا على حالكو منيح، تلعبوا وتنطوا وتقفزوا وتعملوا حركات بمكان آمن. طيب يا أبطال، بحبكو كتير، إلى اللقاء.